السيكولوجيا الآن تنبه لها العلماء، تنبه لها العلماء، وأن بعض الأمراض الخلل العقلي مثلا أو أمراض عقلية الآن أنها تشفى في شهر رمضان بالطريقة السيكولوجية بسهولة. أن الآن أطباء يعني هذا يعني الأمراض النفسية والأمراض العقلية، فأنهم الآن يجدون سهولة كبيرة يعني في شفاء الناس من بعض الأمراض في شهر رمضان بعد الخصوص، وأن حتى العيادات الآن أصبحت تستعد لتستقبل الناس استقبالا يعني في رمضان كي تنهي هذا العلاج. لماذا؟ لأن الأمراض العضوية لما تتعفن أو لما تصاب بميكروب أو إسهالات أو أي شيء، فأنتم تكونون يعني تنتظرون يعني الصباح بفارغ الصبر كي تذهبوا إلى الطبيب وأنتم يعني على أشدكم وبسرعة. لماذا؟ لأنكم عندكم رغبة في العلاج، ترغبون في العلاج، تريدون شفاء يعني في العلاج في أقرب وقت. حتى الناس الآن يعني لا يحبون أن يبقوا في الفراش، ولا حتى يحبون أن الناس يزورونهم لأنهم مرضى. هذه كارثة، لأن هذا المرض يعني كيف ما كان حال رسول الله عليه وسلم كان يقول طهور إن شاء الله، فأن يصيبك فيه أجر. وأن حتى هذه الأسلاك الاجتماعية لما يزورك الشخص وأنت مريض فهو عنده دور اجتماعي، ولما يمرض أبوك وأنت ربما لا تفكر فيه لكن لما يقول لك إنه مريض فأنت تزوره. هذه أشياء اجتماعية جعلها الله سبحانه وتعالى كي نتلاحم وكي نعبد الله سبحانه وتعالى، لأن هذه التعارف الذي عبر الله عنه في القرآن يا أيها الناس، وليس يا الذين آمنوا، لما يكون الخطاب يا أيها الناس فهو خطاب علمي ومحض علمي هم جميع الناس، لما يكون الأمر تتعلق بالشرع وبالحدود فيا أيها الذين آمنوا، حال هذه يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الخلاء، يعني يكون الخطاب بالشرع يكون للذين آمنوا، إما يا أيها الناس خطاب عام. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو القياس ديال الله وهو التقوى. ما تقفش بهذا عنده المال وهذا عنده فيلا وهذا أسود وهذا أبيض، لا هذا طويل هذا قصير أو هذا يعلم هذا لا، يقيس بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو قياس رباني وليس قياس دنيوي ديال بني البشر. فنرجع لهذه النقطة السيكولوجية التي ربما يعني أنتم تنتظرون الأمراض التي يشفيها رمضان. نعم، ولكن لا ينتبه الشخص أنه أولا نفسيا يشفى، نفسيا يشفى. لماذا؟ لأن ربما يكون يعني فيك بعض الأشياء النفسية بعض العقد أو بعض الأشياء، ولكن في شهر رمضان فهي تنقص. وبعض الناس كما قلت لكم في الأمراض العضوية أنت تسرع لزيارة الطبيب لأنك عندك رغبة في الشفاء، أما الأمراض العقلية فلا تكون لهم رغبة في الشفاء، فيكون يعني منكمش ويكون منطوي على نفسه ولا يقبل أنه مريض. ففي رمضان يصبح هؤلاء يعترفون بأنهم مرضى ويقبلون الشفاء، وهم يصرحون بأشياء لا يصرحون بها فيما عدا رمضان. فعلى الأقل يعني شوف يعني نقطة النية، يعني التركيز مع الصيام ونية الصيام فيها شفاء نفسي، يعني هذه الأمراض النفسية التي قد تصل إلى خلل عقلي في بعض الأحيان، ويعني هذه المصابون بعد الأشياء ربما لا يعني كي يصبحون متطربين ولا يعرفون هل حقا أنهم مصابون أم لا، يعني يطرحون أسئلة هكذا ويتوهمون ثم يستيقظون في الليل ويتكلمون هكذا مع أنفسهم. فهذه الأشياء ربما تكون بسيطة جدا، بسيطة جدا. لأن لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أولا في الإسلام إذا كنت فسرت لكم بهذه الأشياء فأرجع لأتناقض، أتناقض حقا، لأن الإسلام لا يعترف بالطب النفسي بالبتة، لا يعترف بالطب النفسي. يعني لو أننا الآن نتكلم بالعلوم ونريد أن نقحم هذه الأشياء في القرآن، فالقرآن لا يعترف بالطب النفسي والإسلام لا يعترف بالطب النفسي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب والذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني نفس الآية فيها الاطمئنان بذكر الله، لأن الإنسان لما يذكر الله ولما يعبد الله فهو يطمئن، وإذا اطمئن فهناك نفس هادئة ولا يكون فيها أي اضطراب أو أي شيء أو أي إصابة، يعني كيفما كان الحال تكون طفيفة ولا تكون كبيرة، إلا أن هناك بعض الأعراض، أعراض تكون يعني بعض مرات عضوية، ما يكون بعض مرات تكون تورمات سرطانية بالمخ، ثم يصبح الشخص يعني يقول كلام هكذا أو بعض الأشياء، ثم أشياء أخرى تكون من المس قليلة جدا، وهناك أشياء تكون تمثيل شخص يمثل بأنه مريض، ربما يمثل على زوجته ولا ربما يمثل على صديقه، ولكن ما يمثل يعني تمثيل تدخل في تمثيل انه مش مريض، انما يمثل بانه مريض وبانه مصاب على العين، يعني بحالتي كما نقول باللغه العاميه هذه تجي بهذا العلم، هو ليس مريض ولكنه
هكذا يعني يمثل، احنا كله كيمثل. فعلى الاقل هذا الشفاء النفسي اولا مع نية ومع التركيز، انظروا انكم تصومون بسهولة وانكم تصومون جماعيا وانكم تصومون 30 يوما، ولما يقول لكم ان العيد غدا فيعني يصيبكم احباط وتتمنون لو كان هذا رمضان يدوم 3 أشهر او 4 أشهر.